عبر الهاتف ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف محمد الزاوي مراسلنا من هناك. محمد أهلا بك، الحديث يجب أن يبدأ أو على الأرجح يجب أن نبدأ من كراماتورسك حيث استهداف محطة للقطارات، عشرات القتلى ومئات المصابين، ما الذي انتهت إليه هذه الحصيلة وماذا في ملابسات هذا القصف؟ نعم أحمد مساء الخير. أولا طبعا الحصيلة ارتفعت إلى نحو 50 قتيل لحد الساعة وأكثر من 100 جريح وسط تنديد أوكراني ودوني ودولي بما حدث هناك. طبعا الحصيلة مرتقب أن ترتفع باعتبار أنه أثناء اللحظة التي وقع فيها الهجوم كان هناك الآلاف من المدنيين الذين كانوا ينوون طبعا الخروج من مدينة كراماتورسك باتجاه مناطق أخرى أوكرانية أخرى. طبعا الجانب الأوكراني ندد بهذا الأمر وقالت الرئاسة الأوكرانية اليوم أن هذا الهجوم هو مذبحة متعمدة. الرئيس الأوكراني من جانبه قال إن الروس قصفوا المحطة وهم يعرفون بوجود آلاف المدنيين هناك في انتظار عملية الإجناء، واتهم الجانب الروسي في هذا الإطار بأنهم يستهدفون المدنيين بسبب فشلهم في المواجهات خلال المعارك الدائرة بين الجيشين الأوكراني والروسي على مدار الأسابيع الأخيرة. على المستوى التقني أو الفني فيما يخص هذا القصف، الروس قالوا من الناحية الفنية الصاروخ المستخدم في هذا القصف لم يعد مستخدما أصلا ضمن نطاق عمليات الجيش الروسي منذ انتهاء حقبة الاتحاد السوفيتي، وأنه أي هذا الصاروخ قد يكون مستخدما لدى القوات الأوكرانية. هل كان من رد رسمي أو شبه رسمي على هذه النقطة محمد؟ في الحقيقة لم يذكر أو لم يتطرق الجانب الروسي أو الجانب الأوكراني عفوا بأي أمر متعلق بالاتهامات الروسية، لأنه باعتباره هو يقول بأنه الاستهداف هذا للمدنيين الأوكرانيين ليس الأول من نوعه من قبل روسيا التي استهدفت ليس محطات يعني القطارات فقط ولكن استهدفت مدن خاركوف في أحياء مدنية لم تتواجد فيها يعني أماكن عسكرية أو مقرات لجنود أو غيرها. يعني مستشار الرئاسة الأوكرانية صباحة اليوم كان أشار إلى صاروخ إسكندر الروسي الذي ضرب هذه المنطقة، ولذلك هناك يعني نفي ربما بشكل غير مباشر بأن يكون صواريخ غير مستخدمة ما يتم استخدامه الآن في على الأراضي الأوكرانية. وفق تصريح المستشار الرئاسة الأوكرانية فإنه كلها صواريخ روسية تستخدمها على نطاق واسع في كراماتورسك وفي مختلف المدن الأوكرانية. محمد، هل يخشى أن تكثر الواقعات من مثل هذا النوع في كراماتورسك ومن قبلها في بروديانكا ومن قبلها في بوتشا ومن قبلها في خاركيف ومن قبلها في فولنافاخا؟ عدد كبير من المدن التي يتحدث أهلها عن أن هناك مآس كبيرة خلفتها هذه العملية العسكرية بما يرقى في بعض الأحيان وفق التقارير الأوكرانية إلى جرائم حرب أو جرائم تطهير عرقي أو جرائم ضد الإنسانية وفق التوصيفات الأوكرانية، ألا يخشى أن تتوه كل الحقائق في خضم تكرار وتوالي هذه العمليات؟ طبعا أحمد هي المخاوف كبيرة جدا وبدأت بشكل ربما بوتيرة أكثر منذ اكتشاف ما حدث في منطقة بوتشا وضواحي العاصمة الأوكرانية. لذلك هناك يعني تقارير أوكرانية تتحدث عن أن هناك أمور أسوأ تحدث في مناطق ربما لا تستطيع أن تصلها يد الإعلام أو اليد الأوكرانية، خاصة إذا تحدثنا عن ماريوبول. يعني في اليومين الأخيرين كان هناك حديث عن استخراج أو حلق كبير للجثث في تلك المنطقة وإبعادها عن ماريوبول وفق ما تتهم السلطات الأوكرانية الجانب الروسي. في ماريوبول مأساة حقيقية، يتحدث رئيس البلدية عن 500 أو 5000 قتيل هناك، يعني وسط ربما أوضاع الآن تعتبر كارثية، لأنه إذا تحدثنا عن ماريوبول بالأساس وهي ربما الأمر ربما أسوأ منطقة وأكبر منطقة عانت من هذه الحرب، فهي على مدار الأسابيع ربما من الأسبوع الثاني تقريبا تواجه حصارا انقطعت بها كل يعني سبل الحياة العادية سواء من تواصلات أو مخازن، 90% من البنية التحتية مدمرة. فهذا الأمر
ممكن جدا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس بأن ما حدث في بوتشا ربما حدث في مناطق أوكرانية أخرى تعرضت للهجوم الروسي، وربما قال سنكتشف أكثر من بوتشا خلال هذه الحرب. نعم، بذكر زيلينسكي الذي تحدث أنه لا ضمان لوحدة واستقلال أوكرانيا، ما الذي يعنيه بهذا التصريح؟ أظن تامر القصد هنا في الأساس وحدة استقلال أوكرانيا، يقصد المنطقتين الانفصاليتين في دونيتسك ولوهانسك إلى جانب شبه جزيرة القمر. لا يريد زيلينسكي لحد الآن أن يفرط باعتباره رئيسا أو أن يقال بأنه لا يفرط ولا يمهد فيما أطلقت عليه تفريط. طبعا هو الآن ربما يضع يريد أن يضع الكرة لدى الجانب الروسي، باعتبار أن فريق التفاوض الأوكراني قد طرح في وقت سابق أن مسألة الدنباس ومسألة شبه جزيرة القلم ينظر إليها أو سيتم مناقشتها فقط في لقاء بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي، ضمن ربما سيناريوهات لم يتم الكشف عنها. لكن هنا الحديث في أوكرانيا يتم حاليا، إذا خرجت أوكرانيا بأراضي أقل تلك الأراضي التي كانت قبل 24 فبراير، فتعتبر بالنسبة لها انتكاسة كبيرة. ولذلك يعتبرون أنه إذا حافظت أوكرانيا على أراضيها وسيطرتها على تلك الأراضي قبل 24 فبراير، فهذا يعتبر انتصار مهما كانت نتائج. طيب، ألا يعد محمد الإعلان عن انفصال دونباس قبل العملية العسكرية في 24 من الشهر الثاني، ألا يعد سابق لهذه العملية؟ طبعا الإعلان سبق، طبعا سبقه التنديد أصلا الأوكراني وكان مرتقب، لكنه على الواقع لم يغير شيئا في الأراضي الأوكرانية، لأنه السيطرة في منطقة إقليم الدنباس في دونيتسك ولوهانسك كانت ليس على كل الأراضي. لكن ما يحدث اليوم وما نراه في هذه الحرب، هناك سيطرة روسية على الكثير من المناطق. إذا تحدثنا عن مناطق كبرى كخيرسون، ميليتوبل، وتقدم في جبهة الدنباس، يعني سيتم قضم جزء كبير من الأراضي الأوكرانية حتى لو بقي نطاق الحرب في هذه المنطقة الجنوبية والشرقية. تذكر محمد عندما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث مع بعض وسائل الإعلام الروسية غير الرسمية، عندما قال إنه من المستحيل أن نطالب روسيا بالانسحاب من كل الأراضي التي دخلتها في أوكرانيا، لعله كان يتحدث عن الدنباس بالدرجة الأولى، لكن هل سيتم الاكتفاء بلوغانسك ودونيتسك أو ترحيل معالجتهما إلى وقت لاحق ما بعد هذه التسوية المرتقبة بين قوسين، ولا مدينة ماريوبول يتعين أيضا أن تدخل ضمن المناطق التي سيفترض أن روسيا دخلتها وليس من المنطقي أن تغادرها الآن؟ طبعا الآن حقيقة المعارك على الأرض تؤكد بأن الصراع ما زال متواصل في منطقة الدنباس. أحمد، كنا في نشرات سابقة وفي يعني مع طيلة هذه الأسابيع تحدثنا عن التقدم الروسي على محاور مختلفة في تلك المنطقة، ولكن حتى الآن يعني بعد اليوم 44 يوم من بداية هذه الحرب، فروسيا لم تستطع السيطرة الفعلية الكلية على منطقة الدنباس، يعني على المناطق الواقعة في إقليمي لوهانسك ودونيتسك بما فيهم ماريوبول. حتى لو تحدثنا أن هناك مأساة وهناك كذا، فالواقع أنه لا يوجد، حتى الروس لا يعترفون أو يقولون بأنهم سيطروا على ماريوبول، يقولون بأنهم دخلوا وأن معارك تجري، ولكن السيطرة ليست روسية سواء على ماريوبول أو على كراماتورسك أو على حتى بعض البلدات الكبيرة القريبة من خط التماس في وقت سابق، السيطرة لم تعد. لذلك الآن التركيز الروسي وربما انسحابه من المناطق الشمالية وتوجهه للتركيز على مناطق الدنباس هو بهدف الخروج إلى الحدود الإدارية لهاتين الجمهوريتين الانفصاليتين. لكن امتداد محمد، امتداد السيطرة ليس في الدنباس أو في الشرق فقط، وإنما من الجهة الجنوبية من شبه جزيرة القرم وخيرسون، وصولا إلى تحييد أوكرانيا من أي واجهة بحرية عند بحر أزوف، إذا ما أتمت روسيا هذه العملية
هل سينظر أوكرانيا على أن هذه المسألة تشكل خسارة كبيرة أيا كانت مآلات هذه العملية المستقبلية؟ نعم، لو أحمد أخذ اليوم تصريح الرئيس الأوكراني، التصريح الأخير تقريبا فيما تعلق، قال بأنه لو فشلت القوات الأوكرانية في صد الهجمات الروسية في إقليم الدنباس فإنه ممكن أن يعني أو بطريقة غير مباشرة أشار إلى أنه ممكن أن تتجدد المعارك حتى هنا في ضواحي العاصمة كييف وفي المناطق الشمالية. يعني الجانب الأوكراني ربما يحتمل أن تتمكن روسيا من التقدم في الجبهة الشرقية، لكن هناك مساعي لعدم إعطاء الفرصة للجانب الروسي بالتقدم في المنطقة الجنوبية. منطقة أوديسا لحد الآن هي منطقة صامدة ومعززة بشكل كبير بحريا وجويا وبريا من قبل القوات الأوكرانية. إذا تحدثنا كذلك عن منطقة مهمة وهي منطقة ميكولايف الواقعة على البحر الأسود، هي أيضا محصنة لم تستطع القوات الروسية برغم الدعم من قواتها من خرسون ومن شبه جزيرة القرم لم تستطع دخولها. بالعكس، في اليومين الأخيرين شهدنا هجومات معاكسة للجانب الأوكراني، وهناك تقدم يعني من ميكولايف في اتجاه خرسون. يعني هناك محاولة الآن لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية. يعني المعارك لازالت دائرة بين منطقتي خرسون وكذلك منطقتي ميكولايف، وهناك حديث. وأنت قلت قبل ذلك أن بقاء القوات الأوكرانية مستأسدة عند ميكولايف يجعل خرسون أصلا في خطر بالنسبة للقوات الروسية، بمعنى أن سيطرة القوات الروسية قد تكون محل شك إذا استمر بقاء القوات الأوكرانية في ميكولايف. فعلا أحمد، لأنه الطريق الرابط بين خرسون وكذلك ميكولايف هي مساحة يعني ليست بالكبيرة، والآن ميكولايف بالنسبة لخرسون هي خطر على القوات الروسية الموجودة في خرسون. الآن القوات بعدما نجحت ربما في الدفاع عن المدينة في ميكولايف، هي الآن بدت يعني أصبحت لديها المبادرة في القيام بهجمات معاكسة لمهاجمة القوات الروسية في المناطق التي تسيطر عليها في ضواحي خرسون وحتى في مدينة خرسون. تبقى لدينا مناطق مهمة واستراتيجية على البحر الأسود، وهما منطقتي أوديسا وكذلك منطقة ميكولايف، والتي بكل تأكيد أن القوات الأوكرانية ستستميت من أجل الدفاع عنهما لإبقاء الواجهة البحرية لأوكرانيا. محمد الزاوي مراسلنا عبر الهاتف من العاصمة الأوكرانية كييف، أشكرك شكرا جزيلا على انضمامك إلينا وعلى هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.